أخطر، وهو أنه لماذا أنه لم ينسجم أحد مع الحركة الحسينية من أهل البيت الهاشمي وأصحاب رسول الله؟ لماذا لم يخرج؟ لماذا لم يقبل أحد بحركة الإمام الحسين؟ يقول لي قبلوا، أقول أين قبلوا الذين خرجوا إلى كربلاء؟ من كانوا عزم؟ ها؟ من خرج إلى كربلاء؟ دلني من الصحابة خرج، دلني من بني هاشم خرج، دلني من إخوة الإمام الحسين ماذا؟ بعد على رأسهم محمد، من؟ محمد بن الحنفي. ما المشكلة؟ وأين الإشكالية اللي لم يتفاعل مع حركته أحد من الصحابة ومن كبار التابعين ومن كبار بني هاشم؟ لماذا؟ بل نجد العكس، نجد أن الجميع نصحوه بماذا؟ بعدم الخروج. أنتم ماذا تعرفون عن الحسين أكثر مما جرى عليه في هذه العشرة أيام من محرم؟ تعرفون، عندكم معلومات أكثر منه؟ بينك وبين الله الآن أي واحد من الأعزاء يقولوا له أصعد المنبر تكلم لنا عن الحسين غير ماذا؟ غير هاي العشرة أيام. جاء إلى، خرج من المدينة إلى الكوفة، ما أدري، جاء إلى كربلاء كذا، استشهد. تعرف شيئا آخر؟ دلني عليه. مع أن شخصية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أوسع من هذا بكثير أعزائي. وما لم نقرأ الشخصية قبل عاشوراء، قبل هذه العشرة أيام، لا يمكن أن نفهم ماذا جرى ماذا في كربلاء. وهذه القضية أعزائي لعله من أهم القضايا التي أخذت أبعاد متعددة. اللسان الحال في الأقوال لا في الأفعال. حال في الأفعال يا جماعة، ما مش لسان الحال في الأقوال، أما الأفعال فتحتاج إلى دليل. تقول الإمام سوى كذي، الحسين سوى كذي، العباس سوى كذي، سكينة جمعت ضروعها أسنان الحسين، ها لما كسرها يزيد بن معاوية وخلتها في الحقيبة، ولما راحت لرسول الله قالت له يا رسول الله هذه أسنان أبي كسرها فلان. عجيب، فعل بيجوز، كذب صراح على من؟ على مولاتنا سكينة عليها السلام. كذب صراحة. مصائب أهل البيت لا تحتاج إلى كذب، كلها مصائب تفطر القلب. نراح الحسين اللي هو المنار، اللي هو الثائر، اللي هو لو كان عند أي أمة من الأمم العالم فتحوا به العالم، لكن إحنا أمة الهريسة والدارسين راح نظل نحكي. هسه يجي محرم وراح تظل السؤال في الناس، الهريسة مالتك أطيب، الدارسين مالتي أصلي، والقيمة النجفية أطيب يا الكظماوية، وهاي اللي بيها بهارات أكثر، والحسين راح بين القيمة وبين الدارسين. نقول إلى الله المشتكى. وهذا هو الذي أفقد القضية الحسينية والنهضة الحسينية آثارها الأخرى. لماذا؟ لأنه نحن ركزنا فقط على ماذا؟ ها؟ على لا على البعد الجسماني والجسدي من القضية. يعني أنت الآن عندما تسمع المنابر، تسمع الخطباء، ماذا تسمع من الأول إلى الآخر؟ تسمع قيم أخلاقية؟ لا يوجد. تسمع قيم إنسانية؟ لا يوجد. تسمع مباني عقدية؟ لا يوجد. تسمع خطب وتحليل خطب الإمام الحسين مولانا من بدأ من المدينة إلى أن وصل إلى كربلاء؟ لا يوجد. ماذا يوجد أعزائي في كل منابرنا؟ ها؟ ما الذي يوجد؟ قتل، قتل، صلب، قطع، حذف، عطش، إلى آخره. وهذا ليس، مو أريد أقول هذا لا أهمية له، ولكن هذه ليست كل القضية، بل لعلها لا تمثل من القضية الأصلية التي أبقت القضية الحسينية، لا تمثل إلا 5% من هذه الواقعة. الواقعة هواي أعظم من هذا، أعظم وأعظم وأعظم. أنا أعبر عنها أنها هذه ضمن الهندسة الإلهية مولانا لهذه الواقعة. الله هندس ماذا؟ لأنه في بعض النصوص من الرواية يعبر عن الله بأنه ما هو؟ مهندس. هو الذي قدر، هو الذي هندس لهذه القضية. إذن ما هي هذه القضية؟ شاهدنا آخر ومؤمن.